وللحديث أكثر عن مقتل الشاب هادي على يد عناصر سيطرة أمنية في محافظة تميم وأسباب ذلك وتداعياته، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والناشط المدني عادل الجبوري. حياكم الله أستاذ عادل. مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. مساء الأنوار أستاذ عادل. يعني بداية، المعلومات تفيد بوفاة أحد المواطنين العراقيين وإصابة آخر جراء اعتداء سيطرة أمنية في محافظة التأميم عليهما. بداية، كيف تنظر لهذا الاعتداء وكيف يمكن تفسير تكرار مثل هذه الحوادث؟ اليوم أصبح العراقي بدون حقوق الإنسان كحقوق الإنسان، ما جرى يوم الجمعة من قيام السيطرة الأمنية بقتل الشابين أعتقد من الأخوة الأكراد بدون سبب مبرر، ومقتل واحد منهم والآخر لا زال طيب في المستشفى، لكن هذا يعطي المثل الذي يقول أنه لا هناك لا حكومة تضبط هذه القوات التي تطلق النار على المواطنين. هذه ليست المرة الأولى، قبلها في أبو غريب هم قتل أحد الشباب الذين يرعون الغنم من قبل الجيش العراقي الموجود هناك. هذا السبب كله أنه يعود أنه ماكو اليوم هذا الجيش مو جيش للوطن، إنما جيش الأحزاب والكتل السياسية. روح الوطن راحت من الجيش العراقي اليوم، فهذا يدل على أما الحكومة ساكتة لأنه تخاف أن تقوم بأي تحقيق اتجاه أي واحد منتمي إلى الأحزاب وحتى يقوم بالقتل. ومع الأسف الشديد نشوف اليوم العراقي أصبح لا أمن ولا أمان، ومن مقومات أي دولة محترمة هو أول شيء عندها الأمن، وثاني شيء عندها التعليم، وبعد التعليم تأتي الأمور الأخرى من الصناعة والزراعة والموارد المائية والصحة. لكن اليوم لا القتل لا يعني لا أمن ولا أمان في العراق. أستاذ عادل، برأيك ما هو المطلوب اليوم من حكومة السوداني لتثبت أنها قادرة على تحقيق العدالة التي يطالب بها العراقيون عموما وذو المقدورين خصوصا؟ حكومة السوداني فشلت في تأمين الحياة الرغيدة للمواطنين كما وعد في أول تسلمه السلطة. لم يقدم السوداني أي شيء سوى الوعود إلى الشعب العراقي من حكومته أنه لا يستطيع القضاء على الميليشيات. اليوم الميليشيات هي التي تحكم البلد، هي التي تقود البلد، ولذلك نشوف ضباط كثيرين، والمعلومات لدينا أنه ضباط كثيرين يختفون من بس يختفون في أماكنهم. وموضوع العميد الركن هذا اللي اختفى في بغداد هذا أصبح اليوم على وسائل الإعلام والسوشيال ميديا يعني قضية مفضوحة. لذلك السوداني لن يقدم شيئا نهائيا إلى هذا البلد، وستفشل حكومته وسيحاسبه الشعب كما حاسب غيره. نعم، يعني كثيرا ما وعدت حقيقة الحكومات المتعاقبة بضبط الأمن وحصر السلاح بيد الدولة كما تعلم، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل تم وضع ضوابط حقيقية رادعة لعناصر الأمن أنفسهم حتى لا تحصل أي تجاوزات بحق المواطنين؟ الحقيقة اليوم الحكومة هي عاجزة عن ضبط الأمن وحصر السلاح بيد الدولة. اليوم عم نسمع من سنة 2003 بعد سقوط النظام أنه ستكون هناك حصل سلاح بهذه الدولة، لكن هذا فقط في الإعلام، ولا تستطيع الحكومة أي حكومة أن تقوم بحصل سلاح من الدولة، وهذا ما أرادته السفيرة الأمريكية بحصل سلاح بهذه الدولة والميليشيات. لكن لا يستطيع السوداني أن يحصل السلاح لأن السلاح منفلت، لكن نشوف اليوم أنه العالم بدأ يشعر بكرامته اتجاه هذه الحكومة وسيحاسب الحكومة الفاشلة التي لن تقدم أي شيء. الحكومة لن تقدم أي شيء إلى الشعب لحد الآن، لن تقدم لا أمن ولا أمان ولا كهرباء ولا ماء. بغداد صار لها 3 أيام الكهرباء بها تركت، ما تعرف من حركها. يقول لزمنا كم واحد، شنو لزمت كم واحد؟
العراق يحترق بالحر وتحترق الكهرباء ولا يوجد أحد يظهر ببيان واضح وصريح، لا وزير الكهرباء ولا رئيس الوزراء ولا المستشارين اللي الجيش الجرار اللي عنده. كل ما هنالك انه مخربين. من هم المخربين؟ يجب ان تضع النقاط على الحروف. من هم المخربين؟ هل الجوي من خارج العراق ام من داخل العراق؟ لذلك فشلت حكومة السودان في تأمين الأمن وتأمين الأمان إلى هذا الشعب المسكين. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والناشط المدني عادل الجبوري، شكرا جزيلا لك.